ممتاز، يعكس اللاعب المره دي، استلام امامنا بيقدم اللاعب لوديرو، لوديرو هدف بعد ست دقائق، لوديرو هدف بعد ست دقائق، لم يصمد كثيرا منتخب في دوري الابطال، كانت صافي لقاء المانيو في 6 مارس، ثم عاد في مباراه موناكو يوم 21، وادي فرصه سجل كافاني، الكرات اللي بتتلعب على طول لوديرو سجل هدف الاول في هذه المباراه، سجل ويسجل، يسجل سواريز امامنا هنا، يسجل سواريز في الدين.